بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل سلبي الشوط الاولاني، ولكن السيطره والاستحواذ للنادي الاهلي، ولكن النتيجه 0-0. ولكن عمرو سوليه وحمدي فتحي هم اكثر اثنين في الملعب عاملين شغل الهجومي والدفاعي، وزي ما انت كنت بتقول او علاء واحنا بنتكلم في الاستراحه كده، بيقول لك احنا مش عارفين البنك الاهلي بيلعب ازاي. انا نفسي مش عارف الاهلي النهارده كمان بيلعب ازاي في الشكل الهجومي. انا مش عارف اذا كنا هننظم حاله الهجوم مع محمد شريف، انا مش عارف ان احنا عندنا شواهد في مباريات قبل كده كنا بنوصل سهل جدا محمد شريف لغايه الجول بباص واحد. انا مش عارف محمد مجدي قفشه موجود فين في الملعب، ما موجود ناحيه الشمال ولا موجود ناحيه اليمين، ولا بيعمل حلقه الوصل بين عمرو سوليه وحمدي فتحي وبقيه اللعيبه اللي هي موجوده قدام. انا مش عارف التفكير بتاع كهربا او اجايف بوجودهم في الملعب. الاحساس اللي هو انا لازم يبقى لي النهارده دور، ده الدور النهارده اللي احنا قلنا هندخل البنك الاهلي معانا في المباراه ولا مش هندخله. هو ده اللي بيسمح لاي حد انه يعمل لك زيارات او يوصل لغايه حراسة المرمى بتاعتك. فانا بتمنى ان يكون في تدخل فني بقى ورؤيه جيده جدا من مستر موسيماني للشكل الملعب شكله ايه، ويعمل تدعيمات او تدوير جوه الملعب. كابتن علاء، هل حاله اجاي وكهربا الشوط الاولاني كان السبب في ظهور النادي الاهلي بالوضع الهجومي ده؟ لا، مش لازم يكون هما الاثنين، لكن انت لازم تنوع هجماتك شويه. وواضح ان انت ما استغلتش المساحات اللي بين الاثنين المساكين. انت كل تركيزك لو جبت ملاحظ كده الشوط الاول كله على الاطراف وكره عرضيه، وضيعت فرص. في كمان فرصه نسيت تقولها بتاعت اجاي، كره عدت لعيبه بدماغه جنب القائم، لكن لازم اعتقد شافها في اخر لحظه. ممكن تكون مفاجاه ليه، لكن لازم تنوع شكل هجومك. أيوة. البنك الاهلي مش عامل مثلا مقلل المساحات او قافل كويس، لا لا لا، هو هو سايب اللعب زي ما يمشي. أيوة. انت فاهمني؟ أيوة. وفي كور كتير قوي مثلا بتبقى هجمه بتلاقي اربعه معلقين من لعيبه البنك الاهلي. صحيح، ماشي، كل ده صحيح. انت لازم تستغل الاخطاء دي انك بسرعه تدور على هدف، لازم. صحيح. هدف، ولازم بسرعه شويه. صحيح. ولازم حركاتك ما تزيد شويه، ويعني بتمنى محمد مجدي ما تطرفش كتير، خليه في قلب ملعب دايما. مظبوط. كابتن اسامة، حلول مستر موسيماني الشوط الثاني؟ هو احنا قلنا معظم الناس اللي قاعده مدافعين، او ثلاثه اربعه منهم قلب دفاع، وديانج ومروان محسن وبواليا. هو عنده حلين، يا اما بواليا ينزل جنب شريف ويطلع واحد من كهربا واجايه في البدايه، يا اما ودي برضو هي شكلها تبان دفاعيه بس هي ممكن تدي قوه للنادي الاهلي، ان ديانج ينزل ويبقى السوليه وديانج حمدي فتحي بس يبقى قدام المدافعين، والسوليه وديانج يبقوا يمين وشمال ويكملوا، وبرضو بواليا ممكن ينزل مكان كهربا، يعني هم دول او اجاييه واحد فيهم، يعني دول حلين، يا اما يرجع ل 4 3 2 1 بنزول بواليا، او يطلع واحد فيهم وينزل راس حربه برضو تاني مع شريف، ده اقرب حاجه يعني. طب كابتن عادل، ممكن الشوط الثاني سريعا يلعب براسين حربه وينزل ديانج ويستغنى عن الاجنحه ويطلع اجايو كهربا؟ والاجنحه بتاعته بتبقى علي معلول ومحمد هاني علشان يبقى عنده ضغط دفاع كويس. لكن هو المشكله كانت في الشوط الاولاني، انت مكسر الريتم بتاعك اللي هو بتاع الفاينل وقبل الفاينل. الريتم اتكسر ازاي؟ اتكسر باربع لعيبه دخلوا جديد على الفرقه، منهم ثلاثه جوه الملعب، كم الجري كان اقل. الشوط الثاني اقدر اقول لك ان ممكن يبقى في تحسن لو عمل كده، لازم يستغنى عن واحد من الاثنين اجاي او كهرباء علشان كم الجري، مش عشان الناحيه الفنيه بس. أيوة. علشان كم بس الجري، وبعدين يعمل زي ما احنا اتفقنا كابتن ايمن، يلعب. أيوة. باثنين راس حربه يطلع الاطراف من الجناب. أيوة. لان فرقه البنك الاهلي عامله تكتل جوه، والاطراف لما هيلاقوها فاضيه. صحيح. هيطلعوا لبره علشان يسدوها، لما يجي علي معلول ومحمد هاني هيبقى في فجوه في النص ممكن. صحيح. يجيب منها اهداف. صحيح. كل التوفيق للنادي الاهلي في الشوط الثاني ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث المباراة، أرجوكم انتظرونا.